نحتفل اليوم بمرور 16 عاماً على تأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد في 10 سبتمبر 2001، ونحيي الذكرى 6 لرحيل القائد المؤسس المناضل عبد الرحمن النعيمي الذي غادرنا في 1 سبتمبر 2011 تاركاً وراءه إرثاً نضالياً كبيراً ينبغي علينا جميعاً الاستفادة منه والسير على نهجه. مناسبتان نحتفي بهما لنستمد منهما قيم النضال والثبات على المبادئ والسير على درب مطالب شعبنا المشروعة وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان بهدف تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية. نحتفل بالتأسيس ومرور 16 عاماً على بدء العمل السياسي العلني الذي تم التوافق عليه بدايات الانفراج الأمني والسياسي في 2001، وكان للمناضل الراحل عبد الرحمن النعيمي الدور البارز في الوصول إلى تفاهمات مع القيادة السياسية على الصيغة التي أسدلت الستار على مرحلة العمل السري بالنسبة للتنظيمات المعروفة حينها، وبدء مرحلة جديدة للعمل السياسي العلني تحت مسمى الجمعيات السياسية. إن تدشين العمل السياسي العلني بتأسيس جمعية وعد كأول تنظيم سياسي مصرح به على مستوى البحرين والخليج العربي يعني الكثير لبلادنا ومنظومة مجلس التعاون الخليجي. كان لها أن تؤسس لحرية العمل السياسي في المنطقة لو تم السماح لعملية التنمية السياسية عبر البناء الصحيح والتطور الذي يتطلبه المشهد العام من حرية وديمقراطية وتعددية سياسية تتنافس على تقديم الأفضل الذي يليق ببلاد عريقة كبلادنا البحرين. في وعد بنينا على ما قدمه الرعيل الأول من المناضلين في الحركات الإصلاحية ومن الهبات الشعبية منذ 30ات القرن الماضي وحركة هيئة الاتحاد الوطني في 50ياته وانتفاضة 5 مارس المجيدة في 60ات وصولاً إلى 70ات والـ80ات والـ90ات. قدم هذا الرعيل تضحيات كبرى وأسس العمل السياسي في أحلك الظروف أمثال عبد الرحمن الباكر وعبد العزيز الشملان والسيد كمال الدين وعبد علي العليوات وغيرهم ممن آمن بأن هذا الوطن كالطير لا يحلق إلا بخفق جناحيه في سماء الوحدة الوطنية التي تجسدت في مفاصل كثيرة من تاريخ هذا الوطن، حيث كان الاستعمار البريطاني متربصاً بها ويعمل على تفتيت البلاد وتقسيمها على أسس طائفية ومذهبية منطلقاً من مبدأ فرق تسد، ولم يتوقف عن هذه السياسة حتى بعد أن غابت الشمس عن الإمبراطورية العجوز وانسحبت من شرق السويس. لكن المناضلين المؤمنين بعدالة قضيتهم ساروا على دروب النضال الوعرة والعسيرة وحملوا مشاعل الأمل في وطن لا يرجف فيه الأمل، وتبنوا مواقف شجاعة من أجل تجسيد أحلامهم على الأرض ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية التي تبحث عن موقع لها على خارطة دول العالم ضمن الدول السائرة على طريق الديمقراطية والتنمية المستدامة التي تعتبر الإنسان وسيلة وغاية في آن واحد. وقد كان للمناضل الراحل عبد الرحمن النعيمي واحداً من هؤلاء الذين آمنوا بعدالة قضيتهم فناضلوا حتى الرمق الأخير من أجل انتصارها وانتصار المواطن الإنسان، وهذا ما دعاه عند عودته للوطن إلى العمل مع رفاقه دربه على تأسيس جمعية وعد في 10 سبتمبر 2001 لتكون صرحاً عابراً للطوائف وداعياً للوحدة الوطنية ولحياة كريمة لأبناء البحرين كافة. الإخوة والأخوات، في مسارها السياسي واجهت جمعية وعد الكثير من الصعوبات وهي تناضل إلى جانب قوى المعارضة السياسية من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها في نظامها الأساسي وبرنامجها العام وتقارير مؤتمراتها. نعرف كما علمنا المؤسس الراحل أن دروب الحياة حتى السهلة منها وعرة
إذا عبرها الإنسان منفرداً. لذلك كان من الموجهات الواعية السعي منذ ما قبل تأسيس تنظيمنا المناضل بالعمل على تشكيل تنظيم وطني ديمقراطي جامع لكل أبناء التيار الوطني الديمقراطي، وشد الأواصر بين قواه المناضلة. وحين تشكلت الجمعيات السياسية كان الهدف هو العمل على تشييد الكتلة التاريخية الضرورية لإنجاز متطلبات مرحلة فترة الانفراج الأمني والسياسي. لم نكن نتوهم أن المطالب المشروعة لشعبنا ستقدم على طبق من ذهب، بل كنا وما زلنا نؤمن أن طريقنا وعر يتطلب نضالا سلميا دؤوبا وتضحيات جسام. فالمعارضات السياسية السلمية الحقيقية في مختلف دول العالم لا تملك السلطة ولا المال ولا أدوات العنف والجبر والسجون لفرض إرادتها وقناعاتها على السلطة الحاكمة، إنما بإمكانها سبر غور الأزمات وتحليل أسبابها وتقديم مقترحاتها للسلطات وللمواطنين من الحلول والبدائل التي تراها موضوعية وقابلة للتطبيق، دون وهم بأن من يملكون القرار في البلاد سيتخلون عن المصالح التي يدافعون عنها. لقد كانت المفاصل السياسية التي مرت بها بلادنا محطات لامتحان أفكار وقناعات ومواقف كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة. وفي نهاية المطاف فإن الحكم النهائي لأداء مختلف الأطراف هو المواطن في مختلف مواقعه، فهو الغاية والوسيلة والحكم. لكن هذا الحكم النهائي لا يمكن إصداره ما لم تتوافر شروط نظام انتخاب عادل يؤدي إلى حكم ديمقراطي مكتمل الأركان يخضع فيه جميع اللاعبين السياسيين لنفس المعايير العادلة النزيهة، نظام ينتهي فيه عهد الامتيازات العائلية أو القائمة على الولاء، وتكون معايير الكفاءة المهنية والثقة الشعبية هي الحاكم الفصل لتولي الوظيفة العامة. نحن على بينة إننا في مرحلة يتكاثر فيها الانتهازيون وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة، فهذا يلقي حطباً في نار الفتنة الطائفية ويزيد على كراهية المعارضة ورفضه للنظام الديمقراطي، وذلك يقوم بإحباط الناس ويشيع فيهم حالة الإحباط والهزيمة ويلقي باللائمة على المعارضة ليتسنى له تسلق الظهور المنحنية ويطرح نفسه بديلاً للمعارضة. نحن على ثقة أن شعبنا يملك الوعي ليميز الغث من السمين والوطني من الانتهازي وأصحاب المصالح الشخصية من أصحاب الغايات السامية. الأخوة والأخوات، بعد شهر من الآن تمثل جمعية وعد أمام محكمة الاستئناف العليا في الدعوة التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية مطالبة فيها بحل التنظيم وتصفية ممتلكاته، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بحل الجمعية، بينما طعنت هيئة الدفاع مشكورة في هذا الحكم غير المنصف. إننا أمام مفصل جديد من فصول العمل السياسي في البحرين، إما أن نشهد انفراجة تتمثل في السماح للعمل السياسي المصرح به للقيام بعمله باعتباره ثمرة أساسية من ثمرات الانفراج الأمني والسياسي، وباعتبار المعارضة حق ينبغي احترامه على أرضية التعددية السياسية وكونها جزء لا يتجزأ من أي نظام سياسي ديمقراطي، تعزز مكانة الدولة وترصد الإخفاقات وتقدم تصوراتها لحل الأزمات، وإما إسدال الستار نهائياً على حرية العمل السياسي لتعود عقارب الساعة إلى حقبة أمن الدولة، وهذا خيار خطير على الجميع في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا استحقاقات نابعة من أزمات اقتصادية واجتماعية، فضلاً عن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 6 سنوات. إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد نؤمن إيماناً قاطعاً بأن صيانة الحريات العامة وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام والتنظيم والتجمع والتزام الطريق الديمقراطي هو الطريق الوحيد للتقدم والازدهار والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وهو أيضاً الطريق الحقيقي للوحدة الوطنية المبنية على أسس المواطنة المتساوية بين كل المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وأن الحل هو في إعادة الوهج للعملية الإصلاحية التي سادت في العام 2001 وتطبيق ما جاء به ميثاق العمل الوطني
وتبريد الساحة المحلية أمنياً بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية وإعادة الجنسية للمسقطة عنهم جنسيتهم ووقف الملاحقات الأمنية والشروع في حوار وطني جامع يهدف لإصلاح شامل من شأنه نقل بلادنا من حالة الاحتقان إلى حالة الانفراج القادرة على ابتكار وسائل التنمية المستدامة الضرورية والملحة لبلادنا. في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً نعاهدكم على المضي في المسيرة والنضال من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لبلادنا البحرين ومن أجل وطن لا يرجف فيه الأمل. والسلام عليكم.